في كانون الثاني يناير عام 2020 وضعت الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري في الأهواز حسن شهفرابور على قائمة العقوبات بسبب دلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى ارتكاب مجزرة الجراح جنوب الإقليم. ارتكب الجنرال شهفرابور انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين، وأشرف على قتل 148 إيرانياً منذ بدء الحملة العنيفة على الاحتجاجات في نوفمبر تشرين الثاني عام 2019. عاقبت الولايات المتحدة قاضيين وثمانية مسؤولين آخرين في النظام لدورهم في قمع الشعب الإيراني. توثق منظمة يونايتد فور إيران على موقعها الإلكتروني أسماء القضاة الذين أصدروا أحكاماً جائرة وغير عادلة بحق المعتقلين، كما ترصد 4154 سجيناً سياسياً يتوزعون بين 196 سجناً. وتشير المنظمة إلى انتهاكات بالجملة للقوانين في هذه السجون، كالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وانتزاع الاعترافات بالإكراه والتعذيب. أحد المتظاهرين وهو حميد شيخاني قتل تحت التعذيب وسلمت جنازته بعد أسبوع لذويه. الخزرجي وحسين السيلاوي وناصر الخفاجي، هؤلاء الشبان الثلاث لا يعرف أين هم الآن، محجوزين في زنزانات انفرادية آخر ما تمت رؤيتهم، ولكن لا يعرف إذا ما تم تنفيذ الإعدام بهم سرا كسائر النشطاء الذين لا تعرف حتى قبورهم حتى الآن، حتى بعدما تقوم السلطات بإعدامهم. الانتهاك الأكبر الذي يتحدث عنه الناشطون هو الإخفاء القسري لأشخاص يعتقلون في أماكن سرية وغير رسمية تديرها أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية. جو الرعب الذي تبثه السلطات يمنع الناس من إيصال حتى معلومات للمنظمات والوسائل الإعلام عن أبنائهم. الكثير من الناشطين يبقون سنتين أو ثلاث سنوات في معتقلات سرية في زنزانات انفرادية لإجبارهم على ما تريده منهم السلطات باعترافات قسرية، ثم يتم إصدار الأحكام في المحاكم الثورية الفاسدة.